تصدرت صور السيدة فيروز حسابات عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بهاشتاج فيروز، احتفالا بعيد ميلادها 87 الموافق للحادي والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر. وعايدتها ابنتها المخرجة ريما الرحباني على طريقتها الخاصة بنشرها على فيسبوك فيديو لوالدتها من أرشيفها الخاص من تصويرها وإخراجها خلال زيارة سابقة لها لمصر عام 1989، وأرفقته بتعليق: ومني أنا هدية من أرشيفي، غنية ما انتجتها خصيصا مصر تموز 1989 عقبال كل سنة. وقد تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو وتمنوا للسيدة فيروز العمر المديد، وأثنوا على صوتها الجميل الذي لا يتكرر. مقطع الفيديو المتداول سنراه معكم الآن. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to فيروز. Happy birthday to you. استرجع كثيرون محطات فيروز وبدايتها في الإذاعة اللبنانية، حيث تعرفت إلى حليم الرومي الذي ألف لها أولى الأغنيات قبل أن تباشر انطلاقتها الفنية بشكل جدي عام 1952، عندما غنت بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه فيما بعد. وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقية جديدة في الموسيقى العربية عندما عملت مع الأخوين الرحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية. هناك تعليقات كثيرة كانت على مستوى عال من الحب والأمنيات الخالصة لها ولفنها وما قدمته من جمال منقطع النظير. ونبدأ مع تغريدة لميادة قالت فيها ميادة: تبقى فيروز كالبلاد التي نعود إليها بغنائها لكل تفاصيلنا وامتزاج مشاعرنا في الصيف والشتاء، في الوطن والرحيل، في اللفتة والانتظار والحيرة، وتحت القمر في السواقي، وبين جفنات العنب في الحب والأمل والسهر والتعب والوحدة، وحتى في شقاوة القلب والتمرد، وعند الأبواب، وحتى في عز النوم. هناك تعليق من فيروز تقول: فيروز هاشتاك فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، هاشتاك فيروز. تعليق من أحلام مستغانمي تقول في تغريدة لها: سلام لفيروز في عيد ميلادها، لم ترتدي سوى صوتها، لذا كلما صمتت تركتنا للبرد، كأنها تغني لتكسونا ويغني الآخرون ليكتسوا بمالنا. فيروز الغنية باستغنائها عن الأضواء، توقع بصوتها كل شعر تغنيه، وتوقع بطلتها كل ثوب ترتديه، تركت زيفا نجومية لأشباه النجمات، فوحدها جارت القمر. تعليق من الدكتورة سمية تقول: حينما سأل أحدهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن رأيه في صوتها، يقصد فيروز، فقال: لا، نحن نتحدث عن الأصوات التي في الأرض وليست تلك القادمة من السماء، إشارة منه على أن صوتها معجزة لا تتكرر. فيروزة العرب أطال الله في عمرها. تعليق من ضمياء تقول: ضمياء في ضمياء الجبوري: كل الفنانين يعيشون حياتهم إلى جانب عملهم الفني، إلا فيروز حياتها هي فنها، تنسيك أو تتنسك له أكثر من الرهبان، وتتحمل في سبيله أكثر مما يتحمل القديسين، لقد خطفها صوتها إليه قبل أن يخطفنا صوتها.